يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا 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 سلام عند عتيبة الهيلة عريبين الجدود العزوة اللي من كرمها ما تغيظ صحونا اليوم يا سلطان بن صهد قربت من الحدود الهقوى اللي في ضميرك لا تعود دونا يا مرحبا حياك ربي يا ولد عايض حمود ترحيبة في راسها زمه وحمر عيونها شلون بجلس والعزاوي والنخاوي في صعود ما ربشر وبالرجعة اللي كلكم توحونها فالملعب ما هم من عيون حمر وعيون سود وشلونك وترحيبتك ما ننشدك وشلونا مع فزعة العتبان لا تترك من جهودك جهود ترى المواقف جمرة حمراء على غليونا فالطيب ولا فالمواقف يا ابن عايض ما تزود احسب حساب الملعب وطروقها ولحونها دون القبيلة معتزم بالعز ودحم بالعضود مواقف العتبان ما نهجى لها مامونا حنا خذينا الأول والعود في عين الحسود وليا تركنا الثانية والثالثة تلقونا ما قول فيك قصور والراية على راس العمود على ما قالوا ما يعز الروس غير متونا الله الاوله تحرم عليكم زال راسي في الوجود والثانيه والثالثه بفلوسكم تشرونا الله
ترى الجبال الراسية ما هزها ذعدة عنود ولا الوعول اللي تحاول دفعها بقرونها لا يا الجلاوي والمواقف ما تحصل بالنقود هذه علوم من غضبكم دايم تقولون الحمل في ظهر الجمل والحمل في ظهر القعود حنا عرفنا سنا لو ما نفر سنونا أنا عدو القوم وأنا شوق نقض الجعود بالمختصر ليلة غازني وأنا مجنونة لا كبرة القالة وزان الهوش ما هاش الشرود ألا شي يبقى لا شي والقالة لها دندونها أنت تغازي المري ليلى زوجوها بالعقود ليلى تعيش بكون ثاني وانت خارج كونها هون على روحك ما دام السيف حاضر ومحدود شكرك على روس الرمح اللي وسع طعونا أنت وغيرك من سبب ظل أنت مكان في الكبود تروجون علومكم هذه ولا تحمونها